إخواني، في ظل الظروف الحالية اللي قاعدين نسمعها عن الكورونا والتطور التحور اللي فيه والأخبار السيئة، شو اللي منعنا إن إحنا ما نحمي أنفسنا وناخذ التطعيم؟ الدولة ما قصرت موفر لنا اللقاحات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ليش ما نحمي أنفسنا؟ الحقيقة أنا واحد ولله الحمد أخذت الجرعتين، وأهل بيتي وكل اللي يهموني، وأنتوا أيضا تهمونا، فنرجوكم اتجهوا إلى أقرب مكان وأخذوا اللقاحات المطلوبة، يدا بيد لنتعافى.